ومعنا من امام مستشفى شهداء الاقصى مراسل العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، اريد ان اسالك عن وضع مجمع ناصر الصحي في خان يونس الان، هل هناك تفاصيل عن الوضع في الساعات الاخيره؟ مرحبا خالد. لا زالت قوة الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المجمع، وهناك اشتباكات في محيطه، وأيضا أصوات الانفجارات لم تتوقف في هذه المنطقة. قوة الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام حاصرت المجمع في المنطقة الجنوبية الشرقية، منه يقع حي النمساوي، وكان يقع أيضا المستشفى الميداني الأردني. الآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد هناك، وفي المنطقة الشرقية من المجمع يتواجد مركز لي النازحين وعدد كبير من منازل المواطنين، وكذلك في المناطق الغربية من المجمع. هناك هذا المجمع يقع في وسط منطقة مكتظة، تعتبر واحدة من الأماكن الرئيسية في خان يونس، لكن حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمنع وصول أي إمدادات إنسانية إلى داخل المجمع. تستهدف الطائرات المسيرة المعروفة بكويد كابتر كل ما هو متحرك في ساحة المجمع. شاهدنا سقوط اليوم كما تقول وزارة الصحة أسقف في داخل غرف العمليات وفي داخل غرف المبيت الخاصة بالمرضى. مياه الصرف الصحي غمرت بعض الأقسام خاصة قسم الطوارئ في داخل المجمع، وهذا كله يرجع إلى سبب أساسه تدمير البنية التحتية في الأماكن المحيطة في مجمع ناصر الطبي. إضافة إلى ذلك، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر واحد من مراكز النازحين التي تقع بالقرب من المجمع، وتقول المصادر المحلية هناك عدد كبير جدا من النازحين لا زالوا عالقين في داخل مركز الإيواء، ولا زالت حتى هذه اللحظة الآليات العسكرية الإسرائيلية متمركزة ومتواجدة في هذه المنطقة. هناك مشهد آخر خالد لا يقل في شراستي عن مجمع ناصر، هو منطقة حي الأمل وتحديدا مقر جمعية الأمل. لا زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية هناك، لا زالت الأوضاع هناك صعبة جدا ومعقدة، ولا زالت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية استهداف لكافة المنازل المحيطة في منطقة حي الأمل، في منطقة جمعية الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. صحيح أنه تم إجلاء عدد كبير جدا من النازحين من داخل هذا المقر، لا زال عدد من المرضى لا زالوا هناك، عدد من الجرحى لا زالوا يعالجون هناك، وأيضا الطواقم الطبية استجوبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا منهم وأبقت جزء منهم في داخل المجمع، ولا زالوا حتى هذه اللحظة مع استمرار انقطاع ببعض عناصر الهلال الأحمر، وذلك بعد اقتحامه ومداهمته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.